وسهلا مستمع الراديو 90 90، هواها مصري، حلقة جديدة وبرنامج خير النساء، ومعاكم مها مصطفى. معايا ومعاكم النهاردة ومشرفاني الأستاذة إيناس حبيب. برحب بحضرتك، مشرفانة ومنورة الراديو 90 90. ربنا يخليك، انت اللي منورة الدنيا. ربنا يخليك يا حبيبتي. النهاردة هنتكلم مع حضرتك عن حاضنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومربيته، زوجة الصحابي زيد ابن حارثة وأم الصحابي أسامة ابن زيد. ورثها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمه، ثم أعتقها فبقيت ملازمة لرسول الله طول حياته. هنتكلم النهاردة عن أم أيمن. ياريت أستاذة إيناس حضرتك تكلمينا عن مكانة أم أيمن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. السيدة أم أيمن هي السيدة بركة بنت ثعلبة، وهذه السيدة لها نصيب من اسمها كبير، فكان اليمن والبركة يعني جعلوا هذه الصحابية سيدة مباركة عبر التاريخ. وأحب أضيف معلومة لحضرتك، أنه أهل العلم بيعتبروا أنه السيدة أم أيمن من أهم مراجع السيرة النبوية، لأنها عاصرت النبوة في كل مرحلها من أول ولادة حضرة النبي إلى انتقاله، فبيعتبروها مرجع كبير لأنها شهدت معاه كل شيء. أما لمكانة السيدة أم أيمن عند حضرة النبي، مكانة كبيرة للغاية، فكان لا يناديها إلا يا أمه، وكان لما يشوفها يقول هذه بقية أهلي وهذه أمي بعد أمي. فالسيدة أم أيمن أوقفت نفسها رعاية لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، تراعي شؤونه وتعطف عليه بعد فقد الأب والأم والجد، وحتى لما ذهب إلى كفالة العم السيد أبو طالب، فكانت بتراعي حضرة النبي مراعاة كبيرة للغاية، فكان يجلها ويحترمها احترام شديد للغاية، وكان يحبها ويعني لا يفارقها أبدا وهي لا تفارقه، فعاشت معاه منذ الميلاد إلى الانتقال صلى الله عليه وسلم. هنخرج لفاصل سريع ونرجع تاني مع أستاذة إيناس حبيب. ورجعنا لكم مستمعينا وخير النساء. وقبل الفاصل كنا بنتكلم مع أستاذة إيناس عن أم أيمن، حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقبت بمولاة رسول الله، مربية رسول الله، حاضنة رسول الله، توفيت في المدينة المنورة ودفنت في البقيع. قيل أسلمت مبكرا بعد خديجة وعلي وزيد. هسأل حضرتك أستاذة إيناس، إيه الصفة اللي اتصفت بيها أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السيدة أم أيمن نالت بشرة كبيرة من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال من سره أن يتزوج بسيدة من أهل الجنة فليتزوج بأم أيمن، فكان حضرة النبي كان أعتقها وزوجها إلى زيد بن حارثة وولدت له أسامة. هذه السيدة لم تفارق حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت من أهم صفاتها المحبة الشديدة، العطف الشديد، والثبات أيضا، يعني شافت مع حضرة النبي كل شيء، فكانت ثابتة ثباتا لا نظير لها. وأيضا هذه السيدة كانت صابرة ومحتسبة، لأنه سيدنا زيد زوجها استشهد في غزوة مؤتة، وأيضا استشهد ولدها أيمن في غزوة حنين. وهذه السيدة أيضا تتصف بقول الحق، لأن هي من مواقفها الكبيرة جدا إن هي دفعت دفاعا مستميتا عن السيدة عائشة في حادثة الإفك، فكانت تقول أحفظ سمعي وبصري ما رأيت منها إلا خيرا. فكانت هذه السيدة ضربت لنا يعني مثل مهم جدا في إننا أخلي بالي من كلامي رايح فين هيعمل إيه، ودي مأساة احنا بنعاني طبعًا منها طبعًا جدا دلوقتي. طبعًا. أم أيمن خرجت يوم أحد لسقي الماء ولتداوي الجرحى، خرجت يوم حنين مع ابنها، وكان الرجال بيجروا من هول الموقف، ولكن أم أيمن فضلت ثابتة هي وأيمن جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضل أيمن زي ما حضرتك قلتي يقاتل حتى استشهد في غزوة حنين. أستاذة إيناس حبيب، وأستأذن حضرتك تقولي لنا إيه الدرس اللي ممكن نستفيده من حياة أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطبقه في حياتنا؟ هذه السيدة يعني أثبتت لنا إنه المرأة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بتقوم بدورها الفعال
أينما وجدت، يعني إن كانت في البيت فهي ترعى شؤون البيت، لو كانت الأمر فيه غزوة ولا أمر شديد فكانت بتخرج تشوف يعني بجنب الرجال، يعني الرجال يجاهدون وهي بتشوف تداوي الجرحى وتسقي العطشة. فالناس اللي كان عندها فكرة إنه المرأة في عهد النبي في البيت بتطبخ وقاعدة ومقفول عليها، ده غلط. كلام خاطئ للغاية. كمان نتعلم من السيدة مؤيمن الصبر والاحتساب. يعني شوف، هي فقدت زوجها وابنها وهذا أمر شديد على أي سيدة، أنها طبعًا تفقد زوج وتفقد طبعًا ابن طبعًا. ولكن في سبيل الله ورسول الله كان الأمر يخليها صبرة تماما ومحتسبة. صلى الله الأمر ده عند الله صلى الله عليه وسلم. وبكده مستمعينا تكون خلصت حلقتنا النهاردة. بشكر حضرتك أستاذة إيناس حبيب، نورتينا وشرفتينا، وهستأذن حضرتك نختم حلقتنا بالدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نشكر حضرتك أستاذة إيناس ونورتينا في الراديو 90 90. هنبقى معاكم مستمعينا إن شاء الله في حلقة تانية وخير النساء.